جعفري في عملية التضمير، بينما المركز الثامن ثامن المراكز يتقدم شاهين لاسم شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري يضمره، بينما المركز التاسع تاسع المراكز ياتي وافي لاسم شيخ زايد بن المرة المكتوم وحمد بن علي العويسي يقدم وافي في هذا الشوط. أما عاشر المراكز ياتينا شاهين لاسم شيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية تضمير. هذه العشر المراكز الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط الذي تتقدم فيه الزمول المحليات الأصايل وتتنافس في الثمانية كيلو متر بحثا عن ناموسي هذا المساء الجميل في تحفة الميادين في المرموم. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة إلى مقدمة الشوط بعد أن أكملنا ندانا الأول في مسار هذا الشوط وانطلاقته مع الزمول وثلاثية المقدمة الجميلة الذي يحملها كادر دبي ريسنج. مشاهدينا متابعينا الكرام والتقدم من قبل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مرخان سهيل بن مبارك بن مرخان يقود في التضمير هملول ويحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويقود المشاركين من الزمول ويتقدمهم بجداره في هذا العرض الذاتي والانطلاقه الهادئه في البدايه، لان المسافه الثمانيه كيلو مترات مشاهدينا الاعزاء يكون فيها التأني في البدايه لاستخدام الطاقه في الامتار الاخيره. ياتي هيمان مشاهدينا متابعينا الكرام، هيمان بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يضمر هيمان على ثاني المراكز. المركز الثالث ياتي شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير، بينما المركز الرابع يتقدم هنا حشيم من هجن العاصفة، كذلك ياتي حمد بن راشد بن غدير مع تضمير حشيم. أما المركز الخامس شاهين من الجانب الآخر لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي المسافري في تضميره، وهناك يتواجد في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم في هذا الانطلاق شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يتولى عملية تضميره وهو في المركز السادس. أما المركز السابع يتقدم وافي لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم حمد بن علي العويسي في تضميره. المركز الثامن هنا يتواجد في مرضي لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان آل هيان يمع بن محمد المزروعي يتولى عملية تضميره. والمركز التاسع في هذه اللحظات ياتينا بركان، ياتي في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقوده في التضمير، والمركز العاشر وصل في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد يتولى عمليه تضميره. هذه المراكز المتقدمه وندانا الثاني في مسار زمول المحليات الاصايل في شوطنا الثالث عشر في انطلاقة هذا المساء الجميل، في انطلاقة هذه التحديات الرائعة على أرضية ميدان المرموم وانطلاقاته وتحدياته. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يكون المسار الجميل، تكون التحديات. أربعة كيلومترات انقضت في مسار هذا الشوط، وأربعة كيلومترات يكون فيها العد التنازلي لتخليص المسافة الأربعة
المتبقية من مسار الزمول وهذا الشوط مع الكبار. نسير مع المقدمة نشوف تبادل المراكز مشاهدينا الأعزاء والتنافس الشيق والجميل على مقدمة هذا الشوط. يسيطر هيمان مشاهدينا الأعزاء على المقدمة هذا الشوط وحامل رقم واحد كالعادة لشعار العاصفة وهجنها، ولكن يتقدم وافي من الجانب الآخر لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوب. حمد بن علي العويسي يقدم وافي في المركز الأول ومع تضميره، بينما ياتي هيمان في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره. أما المركز الثالث ياتي في ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هو هملول سهيل بن مبارك بن مرخان، يقود هملول في التضمير. والمركز الرابع وصل في هذه اللحظات وتقدم شاهين، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يقوده في التضمير مع هذا المسار وهذا التحدي الرائع على أرضية ميدان المرموم. هنا نتواصل وهنا تنطلق الأمال في المرموم مع هذا الشوط. أما المركز السادس في هذه الانطلاقات شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سهيل بن مبارك بن مرخان يقود في التضمير في مسار وتحديات هذا المساء الجميل في خامس المراكز. أما المركز السادس حشيم ياتي في المركز السادس بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم لنا حشيم في هذا المسار وهذه التحديات الجميلة والرائعة، بينما المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد يقود في التضمير والوصول هنا والتحرك من بركان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن راشد بن حمد بن غدير يقوده وياتي مضمرا مع هذا الانطلاق والتحديات. اما هناك ياتي شكلان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري يقوده في التضمير. هذه النتيجة وهذه المراكز الأولى للمرة الثالثة على مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل هذه الانطلاقات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المسار الأول ومع اللي غير إلى المقدمة وافي. وفي غير إلى مقدمة الشوط، غاد المشاركين، انطلق إلى المقدمة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. حمد بن علي العويسي يقود وافي ويقدم وافي اللي يرقص على أرضية هذا الميدان ويندفع بانطلاقات الجميلة، بينما هيمان ياتي في المركز الثاني. هيمان على ثاني المراكز بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير كذلك يقدم هيمان مع تضمير وانطلاقته، بينما المركز الثالث هملول ياتي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سهيل بن مبارك بن مرخان ولكن يتقدم في هذه اللحظات وينطلق هنا، ياتي شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يقوده في التضمير على المركز الثالث. هذه ثلاثية المقدمة، هذا الانطلاق الجميل. شوف التحرك هناك، ياتي حشيم كذلك ليتحرك لينضم مع المراكز الأولى بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق. هذه الأسماء الجميلة وهذه التحديات الرائعة وهذه الأداء الرائع على أرضية هذا الميدان في ميدان المرموم. يا سلام، انطلقت الزمول، اتجهت مباشرة إلى خط النهاية بعد انحناء الميدان، بعد ما غادرنا لوحة 2 كيلومتر وانطلاقتنا إلى المنصة وإلى الفوز وإلى الساحة الخضراء هناك مع الانطلاق ومع خط النهاية. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط ووافي على رأس حربة هذا الشوط. وافي على المركز الأول، يتقدم الزمول حتى هذه اللحظات ويقود لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. حمد بن علي العويسي يقدم وافي مع 1200 ما تبقى من عمري ووصولي هذا الشوط. هيمان في المركز الثاني لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير ياتي حشيم كذلك ليشكل نوعية على
التنافس ويتقدم هنا شاهين كذلك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم رباعية المقدمة. يا سلام شوف المربع الذهبي الجميل مع الزمول اللي انفردا عن البقية وباعدا بينهن وبين بقية المشاركات من الزمول في هذا الشوط. شوف الرباعية الجميلة يتقدمها هيمان ويلاحق هناك شاهين وهناك حشيم وياتي كذلك وافي وهناك حشيم وهنا شاهين وهناك هيمان على المراكز الأولى. شوف التنافس والأمتار الأخيرة إصدار الأوامر واللحظات الأخيرة على الفوز والناموس. يتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سفير المضمرين شاهين سالم بن حمد بن هيان العامري من يقدم شاهين على المقدمة على المركز الأول على الانطلاق الأول. ياتي حشيم في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير مع شعار هجن العاصفة حاضر ومتواجد دائما ولكن شاهين وحشيم الأمتار الأخيرة. شاهين يا سلام وحشيم على اليمين مشاهدينا الميتين متر الأخيرة شاهين لا زال مصر. شاهين وحشيم من الجانب الثاني. شوف الأوامر شوف اللحظات الأخيرة شوف شاهين وشوف حشيم مصر خلاص. شاهين تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان. بينما المركز الثاني حشيم من هجن العاصفة والمركز الثالث وصل في وافي لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم والمركز الرابع ياتي فيه هيمان بشعار هجن العاصفة والمركز الخامس وصل اللي هو بركان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط المثير وتمكن شاهين من الفوز بعد التنافس مع حشيم في هذا الانطلاق ليجدد روح التحدي والتنافس في هذا الشوط ويصل إلى خط النهاية معلنا للفوز وناموس ويقطع المسافة 8 كيلومترات في توقيت زمني مقداره 13 دقيقة و36 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري مع تضمير شاهين. بينما أتى في المركز الثاني حشيم قطع المسافة في 13 دقيقة و37 ثانية وجزئين من الثانية من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير تهانينا والناموس. بينما وصل في المركز الثالث وتقدم هناك وافي الذي قدم تنافس طيلة مسافة هذا الشوط وتحدي جميل ووصل في المركز الثالث وقدم توقيت زمني مقداره 13 دقيقة 45 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم تهانينا لحمد بن علي العويسي. هذه حصيلة شوطنا الذي انتهى والشوط الختام مع زميلي سالم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم.